أول واحدة مثلا إنه الركب، لما إحنا ننزل على تحت الركب ما تتقدم على مستوى الأصابع، نلاقي أول شيء الركب تلاقيها متقدمة، الركب داخلين على بعض، الظهر يا أما يكون مرة مقوس أو يكون مرة متقدم. المفروض يكون الظهر بشكل طبيعي ومثالي. هذا شيء. الشيء الثاني أحيانا مع أنهم قاعدين يسوونها خطأ، الأسوأ أنه قاعدين يستخدمون أوزان زيادة بهذا الطريقة، فتلاقي الركب في هذه الوضعية قاعدة تبكي.